هذه احدى رحلات البحريه على البحر الاسود. هتلاحظوا هذا البحر الاسود ما شاء الله جميل جدا، المناظر، الصخور على البحر. هذه اللي هي مدينه اماسيا اللي يسموها عروس البحر الاسود. فيها جزيرتين، هذه جزيره يسموها الجزيره الكبيره، وهذه يسموها جزيره الارانب. هذا الجسر اربه سبحان الله لابس مع ده، هذه شبه جزيره، شبه او جزيره معنا صح. فيها جسر قديم مره جميل. هذه المدينة طبعا سكنها الفلبين وسكنها الرومان وانضمت للحكم العثماني في عصر السلطان محمد الفاتح، هو من فتح هذه المدينة وفتحها سلما، ولما جاء قال انه عجبته المدينة جدا جدا سماها جنة الأرض. هي فعلا مدينة ترى جميلة، بس أبغاكم تتخيلوا المنظر ده قبل مئات السنين لما ما كانت في دي البيوت. فعلا تقريبا يعني شوف كيف منظر مره جميل. هذه هنا فيها قلعة قديمة. عمر المدينة دي يقولوا ترى يعني قبل الميلاد. والله لقيت الرقم. هذا منظر عام لمدينة ماسرة. أحلى شيء مدينة ترى ما فيها سياحة عربية مرة. هذه مدينة يسموها دولة البحر الأسود، تبعد عن اسطنبول والله ما أعرف كم ساعة، بس تقريبا يعني نقول 5 ساعات الله أعلم. شوف هذا الجسر، هذا الجسر اللي يربط اليابسة مع هذه الجزيرة. هذه الجزيرة يسموها جزيرة الأرانب، ترى طلعنا فيها في كذا أرنب بس طبعا ما هم باينين. فيها أرانب وفيها نورس، يعني هي جزيرة سبحان الله للحيوانات، بس فيها أرنب لاحظت فيها كذا أرنب سبحان الله، وفيها هذه الطيور.